مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يطلق نداء من أجل وقف الاقتتال بين إسرائيل وغزة. جلالة الملك يوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء في قطاع غزة. بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يتحدون في نداء من أجل السلام. الأردن يوجه مذكرة احتجاجاً لاعتداءات إسرائيل على مسيحي القدس. البطريركية اللاتينية، أعمال العنف الحالية تعيدنا إلى أسوأ فترات تاريخنا الحديث. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يصدر بياناً تضامنياً مع غزة. وفيها أيضاً أمراض اللسان الروحية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. عبر قداسة البابا فرانسيس عن قلقه حيال التصعيد الخطير في إسرائيل وقطاع غزة، مؤكداً أن العنف والإرهاب لا يحلان المشاكل وأن الحرب هي دائماً هزيمة، كما طلب من المؤمنين أن يصلوا الصبح الوردية على نية السلام في العالم، وأضاف قداسته: أتابع بقلق وألم ما يجري في المنطقة، حيث العنف تفجر مجدداً وبوتيرة سريعة، مسبباً مئات القتلى والجرحى، معبراً عن قربه من عائلات الضحايا والصلاة من أجلهم ومن أجل جميع من يعيشون ساعات من الرعب والقلق. وأضاف قداسته: ليفهم الجميع أن الإرهاب والحرب لا يؤديان إلى أي حل، بل إلى موت ومعاناة العديد من الأشخاص الأبرياء. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين. كما وجه جلالته بتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة. وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأشقاء في قطاع غزة، وسيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال التبرعات العينية والنقدية لصالح الأشقاء في قطاع غزة عن طريق حسابها. وعلى ضوء اندلاع أعمال عنف مثيرة في غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أودت بحياة الكثير من الجانبين، أصدرت البطريركية اللاتينية بياناً دعت فيه إلى بذل كل جهد للمساعدة في تهدئة الوضع وضبط النفس والعمل على ضمان الحقوق الأساسية لشعوب الطرفين. وقال البيان إن العملية التي انطلقت من غزة وردت فعل الجيش الإسرائيلي عليها يعيداننا إلى أسوأ فترات تاريخنا الحديث، وأن العدد الكبير من الضحايا سيولد المزيد من الكراهية والانقسام ويدمر أي أمل للاستقرار. كما أن التصريحات أحادية الجانب المتعلقة بوضع الأماكن الدينية وبيوت العبادة تثير المشاعر الدينية وتؤجج نار الكراهية والتطرف. ودعت البطريركية اللاتينية للحفاظ على الوضع الراهن في الأراضي المقدسة وفي القدس على وجه الخصوص، وإيجاد حل دائم وشامل ومصالحة كي تكون القدس بيت صلاة لجميع الشعوب. وفي ذات السياق، وجه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نداء يتحدون فيه من أجل السلام والعدالة في ظل العنف المستمر في المنطقة، وقالوا إن الأراضي المقدسة مكان مقدس لملايين الناس حول العالم تعيش حالياً في ظل عنف ومعاناة بسبب النزاع السياسي المستمر وانعدام العدالة واحترام حقوق الإنسان، وعليه ندين بشكل قاطع كل الأعمال التي تستهدف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو ديانتهم، وهي أعمال تتعارض مع المبادئ الأساسية للإنسانية وتعاليم السيد المسيح. ودعا البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية والعنيفة التي تجلب الضرر للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، والعمل كذلك بلا كلل نحو وقف العنف وبناء سلام عادل ودائم يسمح للأرض المقدسة بأن تكون مصباً للأمل والإيمان والمحبة للجميع. كما عبر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في بيان صادر عن ألمه بمجريات الأحداث في غزة الذي أعزاه نتيجة لتهميش وغياب العدل والمساواة والاضطهاد والعنف وغياب السلام والحوار،
وطالب مجلس المجتمع الدولي بالنظر إلى القضية الفلسطينية المحقة والتاريخية بنظرة عدل واتزان، والاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه وبمستقبل عيشه الكريم. وأضاف: نحن بمسؤوليتنا الروحية والوطنية في أردننا المبارك نشد على يدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الذي أبكر منذراً العالم حول خطورة عدم الوصول للحلول العادلة بما يخص القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، والذي في كل محفل دولي يحذر جلالته من خطر مس الوضع القائم في الأماكن المقدسة وخاصة في المسجد الأقصى، كما كنيسة القيامة وكافة الكنائس والمزارات والأديرة. وناشد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن كافة الدول المؤثرة والمحبة للسلام بالتدخل المباشر لإيقاف الحرب حقناً للدماء، وتفعيل لغة الحوار والمساعدة الممكنة للجرحى والمنكوبين، والحفاظ على حق العيش والمساواة، رافعين الصلاة إلى إلهنا المتحنن أن يسكب سلامه في أرض السلام، وأن يبلسم بروحه القدوس قلوب الحزانة في الأرض المقدسة. عاد غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس اللاتين سالماً بعون الله ورعايته إلى مقر البطريركية اللاتينية في القدس، حيث استقبله سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي وكهنة وراهبات البطريركية وراهبات الوردية ومجموعة من الموظفين العاملين في إدارة البطريركية. وقد التقى الجميع عند استقباله في كاتدرائية البطريركية رافعين الصلاة من أجل السلام في الأرض المقدسة. وبسبب الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة بشكل عام والأرض المقدسة بشكل خاص، قررت البطريركية اللاتينية في القدس تعليق كافة الاحتفالات التي كانت مقررة باستقبال غبطته إلى إشعار آخر. وكان غبطته قد عمم على مختلف كنائس البطريركية في الأردن وفلسطين تخصيص صلوات على نية السلام في أرض السلام المقدسة. وجهت وزارة الخارجية مذكرة رسمية للسفارة الإسرائيلية بعمان عبرت فيها عن احتجاجها للاعتداءات المتصاعدة على مسيحي القدس المحتلة. وتضمنت المذكرة التأكيد على وجوب امتناع إسرائيل عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس ومقدساتها. وفي سياق متصل، أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون ضد الحجاج المسيحيين ورجال دين ورهبان وقساوسة أثناء ممارستهم شعائرهم الدينية في مدينة القدس. وأضافت الهيئة أن هذه الاعتداءات أصبحت تتكرر بوتيرة متسارعة بحق المسيحيين مواطنين وسياحاً، بالإضافة إلى الاعتداءات على الكنائس والرموز الدينية، والتي كان آخرها تعرض مجسماً للسيد المسيح للاعتداء والتكسير على أيدي مستوطنين. وأكدت الهيئة أن الجمعيات اليهودية المتطرفة تسعى إلى زعزعة وتقويض الوجود المسيحي في مدينة القدس، باعتبار أن هذا الوجود يشكل الهوية العربية للمدينة المقدسة وتراثها الديني والثقافي والحضاري. ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجلس الكنائس العالمي إلى ضرورة التدخل وتحمل المسؤولية في الدفاع عن الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة. بمناسبة عيد سيدة الوردية المقدسة، احتفلت الرهبنة الوردية في الأردن بهذه المناسبة بقداس إلهي حاشد ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، بحضور عدد من الأخوات الراهبات الورديات وجمع غفير من الأباء الكهنة. وفي عدة القداس دعا سيادته إلى صلاة المسبحة الوردية التي تعد طريقاً للخلاص وفيها نور الله لكل من أراد أن يرى الله. مريم العذراء هي التي تعلمنا كيف نتأمل بأحداث خلاصنا التي نصليها في المسبحة الوردية، لهذا تصبح مريم العذراء مدرسة روحية تدخلنا إلى سر المسيح عندما نرى أحداث حياة المسيح كلها من خلال عيون مريم العذراء، وهكذا نتعرف أفضل بطريقة أعمق على حياة السيد المسيح في الإنجيل المقدس. نتعلم كيف عاش يسوع ونتعلم أن نسجد له وأن نسبحه وأن نشاركه أيضا في حياته. مع مريم نصل إلى يسوع، من خلال مريم ومن خلال إكرامنا لها تزداد محبتنا للمسيح ويزداد تعمقنا
في فهم سر المسيح. مريم تعلمنا كيف نتأمل في الكتاب المقدس في هذه الأحداث. تذكروا أننا عندما نصلي المسبحة بهذه الأسرار أننا نتأمل في حياة المسيح بعيون مريم العذراء. وخلال الاحتفال قدمت كشافة اللاتين التابعة لرعية مرج الحمام مجموعة من المعزوفات الموسيقية والترانيم الروحية في جو إيماني مقدس، كما شاركت جوقات الترانيم في الأداء الموسيقي الخاص بخدمة القداس. وفي الختام توجه الجميع إلى ساحة الكنيسة لتقديم التهاني للأخوات الراهبات. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة فضائية نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، ممثلة بالمديرة الإقليمية للقناة الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل، بأحر التهاني القلبية من الأخوات في أسرة رهبنة الوردية المقدسة بمناسبة عيد شفيعة الرهبنة، داعية الله أن يسدد على طريق المحبة رسالتهن وثمارهن بكرم الرب أكثر وأكثر. وبذات السياق احتفلت كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بقداس إلهي بمناسبة عيد سيدة الوردية المقدسة. ترأس القداس كاهن الرعية الأب فراس عريضة بمساعدة عدد من الشضايقة وخدام الهيكل ومشاركة عدد من الأخوات الراهبات وطلاب وطالبات مدرسة راهبات الوردية وجمع غفير من المؤمنين. إلى التفاصيل. احتفلت الرهبات الوردية بعيدها المقدس بكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتيني في إربد. ترأس القداس كاهن الرعية الأبونا فراس عريضة بمساعدة الشدايقة خدام الهيكل، وكان في حضور كثير كبير من الكل، وبصراحة كان الترتيب والتنسيق داخل الكنيسة كثير حلو، وكله من جهود معلمات الرهبات الوردية. وأبطال الوردية كانوا حاضرين بالقداس، منهم اللي رتل، اللي عزف على الكمانجا، البيانو أو القراءات والتقادم كمان. كرزة الأبونا كانت بتركز على ظهورات العذراء وحثها على صلاة المسبح الوردية وقوتها ضد الحرب الروحية والسعي وراء حياة مسيحية مثمرة. صلاة الرهبات وتجديد نذورهم والوعد كان حاضر بالقداس وقدام القربان المقدس من رهبات المدرسة الوردية ورهبات المستشفى اللي شاركوا بالقداس الاحتفالي. نذرنا نذر العفة والفقر والطاعة في رهبانية الوردية اللي هي تأسست منذ عام 1949. احتفلت المدرسة أيضا باليوبيل الماسي بخدمتها في منطقة إربد لمدة 75 سنة على تأسيسها. وإحنا رسالتنا اليوم هي رسالة تعليم ورسالة أيضا تمريض في مستشفيات. رسالتنا التعليمية اللي هي تخريج أجيال مؤمنة ومثقفة، ونتمنى أنه ربنا يكافئ هذول الأجيال أنهم يكونوا من أحسن وأفضل الشبان والشابات في هاي المنطقة وفي العالم أيضا. وبعد ما خلص القداس الإلهي التقت الرهبات والأبونا بالمصلين ليتبادلوا التهنئة بعيد الوردية. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد. بمناسبة ذكرى تقديس شرب المخلوف أقيم في كنيسة مار شرب بعمان قداس إلهي ترأسه الأب جوزيف سويد راعي الكنيسة وبحضور جمع من أبناء الرعية. وفي عظة القداس تحدث الأب سويد عن أوجاع الناس في الأرض المقدسة في ظل الأحداث الأمنية الجارية في المنطقة، داعين المؤمنين إلى الصلاة على نية المتألمين من المؤمنين. أنتوا الأرباب، أنتوا قاضي، أنتوا كمان أنبياء مثل ما دايماً بقلكن حراس الألفية الثالثة. الألفية الثالثة شغلة موصانا فيها الله. إذا منيجي مثلاً منقول سيدنا جلالة الملك وصي على أوقاف ومقدسات القدس وصغي هاشمية تاريخية إلى أبعاد حضارية ثقافية
إنسانية. أنا بقول أكثر من هيك أخوتي، كل واحد منا بده يحط إيده بهالطبخة بهالورشة. أنتوا كمان مسؤولين، وانتبهوا شو عم أقول أخوتي، وربنا موكلكن وموصاكن بمملكته، بأرضه، بناسه، بشعبه، بكنيسته، بقضيته هو، وجعه هو. ما فينا نسد الحمل على شخص، لا، كل واحد منا هو هيدا الحدا اخوتي، ولازم نكون هالحدا اللي عن جد عنده ثقه بانه اللي عم بيخوض المعركه حقا وفعلا هو الرب. معركه على البؤس والتعاسي والموت والشقاء وكل شيء اليوم منسميه هبج. نعم اخوتي، الرب يسال عن قبطان، آيد، صياد، ماهر، ما بعرف إذا في بطرسيين، يوحناويين، اللي بدكن ياهم. مين يا ترى هو هيدا الشخص؟ مين رح يحمل القضية كلها عكتافه؟ مين رح يكون وكيل طيب عاقل غير أنا وأنتو وكل اللي عن جد في بعض بقلب رحمة طيبة بعد نظر؟ ضمن الاحتفالات بعيد القديس فرانسيس الأسيزي الذي يصادف في الرابع من شهر تشرين أول من كل عام، احتفلت كنيسة كاترينا في بيت لحم بهذه المناسبة المباركة، وذلك بقداس إلهي حضره عدد كبير من المؤمنين، كما احتفل خلال القداس بإبراز النذور الدائمة لعدد من أبناء الرعية. إلى المزيد. يا رب استعملني لسلامك، فأضع الحب حيث البغض، والمغفرة حيث الإساءة، والاتفاق حيث الخلاف. كلمات للقديس فرانسيس الأسيزي. اكتظت كنيسة سانتا كاترينا الرعوية في بيت لحم بالمؤمنين الذين جاءوا من مختلف المناطق للمشاركة بالقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد القديس فرانسيس الأسيزي مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية. فقد ترأس الأب رامي عسكرية كاهن الرعية ورئيس الدير، وبمعاونة لفيف من الكهنة، القداس الاحتفالي، وبحضور الأخويات وممثلي المؤسسات والجمعيات، والجوقة التي أحيت القداس الإلهي بأصواتها التي صدحت بالكنيسة بتراتيل القديس فرانسيس. وخلال القداس احتفل بإبراز النذور الدائمة لإخوة جدد لرهبنة ماري فرانسيس للعلمانيين وسط فرحة عارمة. فالقديس فرانسيس يدعونا إلى ترميم كنيسة البشر التي أسسها يسوع، وأيضا أن نسير دربه الذي سار به ونتبع تعاليم المسيح. القديس فرانسيس ترك كل شيء والتحق بالرهبنة ليؤكد لنا أن قلب المسيح ينبض في قلب الكنيسة. اليوم احتفلنا بعيد مار فرانسيس، هو اللي بعلمنا فعلا كيف نكون حجارة حية للرب. هو كان انعكاس وصورة حية ليسوع المسيح، لدرجة أنه كانوا يسموه فارس كمال إنجيلي ومسيح آخر. وإحنا كمان مدعوين نعكس صورة يسوع في حياتنا من خلال مثال مار فرانسيس، محبته للكتاب المقدس، محبته للرب، وخدمة الأسرار المقدسة والكنيسة والطاعة لإلها، وبنفس الوقت خدمة الفقير والمحتاج والحزين. إذن حتى ننقل له بشرة السارة زي ما حكى لنا يسوع، كل ما فعلتم لأحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي قد فعلتموه. بشفاعة مار فرانسيس ربنا يبارك الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. قداسة البابا اختار القديس فرانسيس شفيعا له، ولا ننسى أن نيافة الكاردينال بيير باتيستا باتسابالا الذي هو في الأساس من الإخوة الأصاغر.
وبعد أخذ البركة وانتهاء القداس توجه الجميع إلى أروقة الكنيسة لتبادل التهاني مع الأباء الفرنسيسكان وأعضاء رهبنة ماري فرانسيس للعلمانيين. طبعاً التحيت قبل 3 سنين بأخوية رهبنة ماري فرانسيس العلمانيين. السنة الماضية قدمت الندر الأول والسنة كان الندر الثاني والنهائي. طبعاً بعد ما أخذنا دراسة معمقة مكتفة عن حياة القديس فرانسيس وعن قانون الرهبنة. واليوم أصلنا يعني لنا الشرف أنه كنا موجودين وأخذنا بركة الندر النهائي من الأب رامي عساكرة رئيس الرهبنة لنا المرشد للرهبنة العلمانيين وأخذنا بركته وصلنا عضو فعال عضو نهائي. هو الندر النهائي للرهبنة أكون عضو متواجد دائما باستمرار. القديس فرانسيس أتى إلى أرضنا وكان من أعظم النعم التي تحنن به علينا الله ليقوم من بعده أبناءه بحراسة الأماكن المقدسة وحمايتها من تقلبات الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي. فمنذ أكثر من 800 عام وهم أمناء على هذه العهدة إلى يومنا الحاضر، فبشفاعة القديس فرانسيس الأسيزي وأمنا القديسة مريم العذراء ليمنحنا الله كل بركة ونعمة وسلام. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. بأجواء من الفرح والسرور استقبلت مدرسة الروم الكاثوليك في جبل عمان وفداً من ممثلي مؤسسة عمل الشرق الفرنسية والداعمين لها، وكان في استقبالهم مديرة المدرسة السيدة عبير مصلح سابا ومديرة الروضة السيدة زاهية سلكاوي وكاهن الرعية الأب الإرشمندريت نادر سوق والأب الإرشمندريت خالد شعبان. وحضر الوفد فقرات من الطابور الصباحي للمدرسة باللغة الفرنسية وقداساً إلهياً بحسب الطقس الشرقي، كما قاموا بجولة على الغرف الصفية واطلعوا على المشاريع المتطورة التي تم إنجازها داخل المدرسة. وقد أبدأ أعضاء الوفد إعجابهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت له المدرسة في تعليم اللغة الفرنسية واهتمام إدارة المدرسة والمعلمين بالطلاب وتربيتهم على حب الوطن والآخرين. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة حلقة متميزة بعنوان أمراض اللسان الروحية. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الإرشمندريت نادر سووق كاهن رعية السيدة العذراء للروم الكاثوليك جبل عمان. وقد دارت الحلقة حول عدة محاور بينها معرفة الله لباطن الإنسان وصيانة اللسان من الكلام الباطل وتجنب الشائعات الهدامة، إضافة إلى أهمية الصدق بين الناس واحترام الآخر واستخدام لغة الإصغاء والحوار. فإلى هناك. الإنسان الممتلئ من الروح القدس، الإنسان العميق في إيمانه، ما بتلاقي إنسان مؤمن ويمارس إيمانه قولاً وفعلاً ممكن إنه لسانه يطلع منه أي كلام قبيح. فأنا بعتبر إنه الإنسان اللي بيطلع كل ما هو قبيح أو بيطلع الإشاعات والأخبار الكاذبة والنميمة والثرثرة والخباثة من لسانه، هذا إنسان فارغ روحياً. فالإنسان الفارغ روحياً يعني كثر صاروا حوالينا لأنه بطل في إيمان فتر. لما بتفتر إيمانك بتحس يعني أنك أنت لسانك أيضاً فتر عن كلام المحبة اللي وصى عليه سيد المسيح. فهو الموضوع لما أنت بتحس حالك عم بتثرثر وعم تحكي على غيرك وكذا، اعرف رأساً أن هذه علامة أنه في فتور روحي بحياتك. فهي بقول لك أنه شو هن العلامات أو الظواهر على هذا المرض. إحنا بنقول مرض اللسان، لكن هو المرض الروح الداخلي اللي بيظهر من إحدى علاماته الثرثرة والكذب والنميمة والكلام على الغير والإشاعات وبث الإشاعات والأخبار الخاطئة والكاذبة. فهي الثرثرة وهذه اعرفها إن هذه علامة مرض روحي بحياتك، إنك أنت إنسان بالداخل صار في عندك الفتور الروحي، صار أنت عندك بعيد عن الله. في الحقيقة إذا تسلسلنا بالمحاور اللي حطيتيهم حضرتك وأنا بنشوف معرفة الله
لباطن الإنسان. صاح النبي داود بأعلى صوته في المزمور 139 عدد 4: ليس كلمة في اللسان إلا وأنت يا الله عرفتها. بنشوف خطاب الله مع أرميا لما بيقول له قبل أن تتكون في رحم أمك قد عرفتك، وأنا قد قدستك قد باركتك وجهزت الرسالة والخدمة. من هنا بنعرف أنه الإنسان مدعو لمخططين في هالحياة، يا إما أنه بتبنى مخطط الله تعالى ومشيئته في حياته، يا إما أنه بتمرد على الله وبيقول أنا مخططي أنا المسؤول عنه، أنا بدي أخطط لحياتي، أنا بدي أعمل، أنا بدي أساوي. ولكن بنشوف في كثير من المحطات بنسهر الليالي وبنعمل وبنجمع وبنحط، بيجي ثاني يوم ربنا بيقول له كل مخططك هذا ولا رح يمشي منه إشي، وأنا موديك على اتجاه ثاني ولا كان يتخيل الإنسان أنه يتوجه لهذا المكان. لما بنحكي إحنا اللسان واللي بيعبر عن باللغة عن مكنونات الإنسان، ولكن للأسف في كثير مرات بصيب الكثير منا بزلات اللسان أنه بيعبر عن أشياء ما بتكون النية والقصد من باطن قلبه قاصدها 100%. ولكن في أنواع من البشر، شخصيات الناس، في ناس بأخذوا الكلمة بمحمل الجد، بأخذوا الكلمة زي ما هي وما بيحبوا أنه ينخلط الجد مع المزح. ففي ناس كثير بيعبر بمزح ما بيكون قاصد أنه وجه، بده يخلق جو من الفكاهة، بده يخلق جو من المريح في اللي قاعد بيحكي له كلمة بتجرح الشخص اللي قدامه. زي ما قلنا الشخصيات في منها ناس طبيعيين، في ناس أكثر من طبيعيين، في ناس حساسين زيادة عن بعض المصطلحات والكلمات. فعلاقتي مع الآخر اللي بعرف المكنون والنوايا الداخلية بقلبي اللي بيعبر عنها لساني أو ما بيعبر، والله وحده. لذلك رسالة القديس بولس إلى أفسس بنشوف وكورنثوس بنشوف في كثير من المراجع اللي بتوصي المؤمنين الجماعات الناشئة الكنائس اللي طلعت إنه انتبهوا للكلام، لأنه لن يدخل ملكوت الله الشتامين، خصوصا اللي إحنا كثير بحياتنا بمجتمعنا بشغلنا ما بفوت على دائرة، ما بفوت على مدرسة، ما بفوت على مؤسسة، موضوع الشتم متوفر بكميات كبيرة بالشارع، بالمؤسسات، بالمستشفيات، بالأماكن اللي أنت بتتوقع إنها أماكن هي قيم وأخلاق وكذا. ولكن الشتائم أصبحت عند الناس بشكل روتيني، يعني المسبات خلينا نحكيها بالعامية. فبوصل القديسين إنها ما بتليق. أبونا اليوم حلقتنا عن صون اللسان، أمراض اللسان وتأثيرها على حياتنا الروحية، فماذا تقول؟ هل اللسان له هذه العلاقة القوية بالحياة الروحية للإنسان؟ هل تعكس مكنونات داخله الروحية؟ هل بيساعد الحياة الروحية والإيمان الثابت أن يكون اللسان مصان؟ يعني اللسان سيف ذو حدين. نعم، يمكن أن يستخدم في الخير، يمكن أن يستخدم في الشر. نعم. ولهذا يقول السيد المسيح له المجد: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. إذا مطلوب من كل واحد منا أنه يضع كمامة روحية على لسانه على فمه. من خطورة اللسان اعتبره السيد المسيح خطيئة نجاسة، وهذا ما أكده بقوله: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. شغلة ثانية أنه خطايا اللسان مصدرها القلب، فمن بيض القلب يتكلم اللسان كما يقول الرب يسوع: إذا كان قلب الإنسان صالحا يكون كلامه صالحا، وإذا كان رديئا يكون كلامه رديئا. وهنا السيد المسيح له المجد أعطى تشبيها جميلا من نوع الثمرة تعرف الشجرة. نعم. أي الشجرة الطيبة تثمر ثمرا طيبة، وأما الشجرة الرديئة فتثمر ثمرا رديئة. إذا من بيض القلب يتكلم اللسان. نعم. اسمحوا لي أبونا جورج والدكتورة باسمة في موضوع اللسان والكلام أني أركز على 4 نقاط مختصرة. نعم. 1 الصدق، 2 احترام كرامة الآخر، 3 احترام صيت الآخر، 4 لغة الحوار.
إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يطلق نداء من أجل وقف الاقتتال بين إسرائيل وغزة. جلالة الملك يوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء في قطاع غزة. بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يتحدون في نداء من أجل السلام. الأردن يوجه مذكرة احتجاج لاعتداءات إسرائيل على مسيحي القدس. البطريركية اللاتينية، أعمال العنف الحالية تعيدنا إلى أسوأ فترات تاريخنا الحديث. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يصدر بياناً تضامنياً مع غزة. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.